يا صباح الخير، صباحك كيفكم؟ كيف صحتكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بالف خير يا رب. يا اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، واهلا وسهلا كل الصبايا اللي انضمت بقناه جديد. اليوم الفيديو حيكون عباره عن مشتريات وطلبيه العيد. انا طلبت طلبيه العيد من ديفاكتو، فجبت اغلب الاغراض من ديفاكتو، والباقي مثل شنطاي ما شنطاي هيك امور يعني، فجبتهم من السوق. فهلا رح صور لكم الطلبيه اللي وصلتني، رح صور لكم كمان الاغراض اللي اخذتها من السوق، واهم شيء ما تنسوا تعطوني رايكم. انا اول شيء عملته هو اني بحثت بالسوق، دورت بالسوق وفتشت اذا في شغلات حلوه وما حلوه. هلا ما كتير نازلين هن شغلات صيفيه، بس الجو عنا بارد عموما يعني، فانا اخترت شيء يكون نقدر نلبسه يعني اذا كان الجو دافي معتدل، اذا بارد لا بارد ولا لا شتوي ولا صيفي يعني. فاحترت الصراحة كتير، خاصة كان اغراض بنتي كتير كتير محيريني يعني. فلقيت شيء خارج الجو يعني، انا كنت عم دور اكتر شيء عن شيء يناسب الجو، يناسب الطقس، لانه عنا كتير كتير برد حرفيا. فممكن من هون العيدين نقلب الجو كله ويصير صيف حتى يعني، فهيك هون هيك الطقس بتركيا. ففتلت بالسوق هيك، اخذت لي نظره، بعدين فتلت كمان بالانترنت، حسيت انه في الانترنت في شغلات حلوه، واكيد قماشه بيكون افضل لانه وصيتها من ديفاكتو. هون فتلت بالسوق كان قماشات عاديه وديلات عاديه يعني، واسعارهم دبل عن النت يعني، عدا انه انا باخذ راحتي اكثر بالتنقايه، بتفرج على راحتي لانه بنتي معي فبتلبك كثير. فوصلت كل طلبيتي تقريبا من ديفاكتو. هلا رحت على جراتس بعد ما وصلتني طلبيتي، جبت لها لبنتي لوشن، هذا معنى مقاطعة على الأغلب، هو ماركة تركية، حبيته كتير وما كان فيه أصلا خيار غيره الصراحة يعني، كله مقاطعة. كانت العادة بستخدم لها جونسون، زيت جونسون أو لوشن جونسون، فلقيت لها خدت لها خدت لها هذا العطر او الكالونيا، كثير ريحته حلوه بتجنن، كمان من ماركه اوني غير هذيك الماركه، بس هاي الماركه كثير حلوه يعني، هاي الشكل كثير كثير بتجنن. فبالعاده انا بجيب دالين، هالمره غيرت جبت هذا، بس عن جد ريحته فظيعه، بتحسوها هيك ريحه ما بعرف كيف قطن، ما بعرف كيف، بس كثير طيبه هي بال مو مكتوب، مو مكتوب يعني، بس بالياسمين هيك شيء يعني، بس مو ريحته ياسمين يعني، بس طيب هون مكتوب تشيكسي يعني. لازمني كمان كان رول، فكله مقاطعة. لقيت هاي الشركة من شركة بي بيوتي، هي شركة كمان تركية، الصراحة ريحتها طلعت أبدا ما حلوة، ريحتها يانسون حرفيا، يمكن هون أصلا كاتبين يانسون بس أنا ما كتير يعني خبرة تركي، يعني مو بطالة، بس ريحتها أبدا ما حلوة يعني. كان في طبعا كتير خيارات، أنا اخترت هالريحة، ما بقدر شم يعني، ما كانوا حاطين التيستات، بس الريحة أبدا ما حلوة، ما بنصحكم فيها أبدا. شايفين هاي هي ريحتها حرفيا يانسون، تحسوا حالكم عم تحطوا يانسون يعني، مو أي. شفت هذا المعطر الجسم كمان الرجالي، وشميت ريحته صراحة انغرمت بريحته، ريحته كتير كتير حلوة بتجنن. فأخذته كمان لجوزي، ريحته كتير كتير طيبة. شوفوا صبايا هاي الماركة عن جد بنصحكم فيه بجنن، وريحته بتضل يعني ما بتروح فورا. هلا رح فرجيكم تياب بنتي، اخذت لها هاي الجاكيت، قلت لكم الجو مانو مبين كيف، فشفت هالجاكيت كتير حبيته الصراحة ما قاومت يعني. الجو قلت لكم عنا مانو معتدل ومانو مبين صيف او شتي بس بارد، فاخترت هالجاكيت حتى تلبسه اذا كان الجو بارد. شوفوا ما احلى، شوفوا التفاصيل بجنن الصراحة، كتير حبيته. كنت حابة اخذ له غير لون الزهر، بس ما لقيت غير هاللون اصلا ما باقي، يمكن اخذته اكبر طبعا من قياسها، لانه هي حتلبسه بس على العيد وبعدين انا رح ضبه يعني لانه جاي الصيف. بحب انا دائما ناقي الشغلات البناتيه، ما بحب لبسها شيء اكبر من عمرها الصراحه، بحب جيب لها شيء دائما يكون هيك يعني لاطفال، مو
لبنات كبار او هيك خرج بتحسوه موديل، لان بنات صبايا يعني. واخذت لها جاكيت، فنقيت لها هذا البنطلون. الصراحه ما كنت حاخذ هذا البنطلون، كنت بنطلون غيره، بس كانوا عم يروحوا بشكل فظيع. طبعا هدول من ديفاكتو، هلا حفرجيكم اياهم يعني كلهم من ديفاكتو. يعني كنت كل ما الاقي بنطلون اجي لوصي عليه بلاقيه انباع، يعني ما شاء الله. حتى البرنامج علق معنا يعني، حبيته بس كان في شيء احلى. لكن ما بيأثر، انا اول شيء بدور عليه هو شيء يريحه، عرفتوا يعني. شفتوا هذا له هيك من فوق مطين يعني، فكتير عجبني الصراحة. وقماشه ما له الجينز الواقف اللي بيضايق، عكس قماشه هيك كتير خفيف وحلو بيريحها باللبس. بالنسبه للاكسسوارات ما اخذت له اكسسوارات، لانه عنده كتير كتير هيك ربطات شعر وهي الشغلات، وانا بحب احط لها شيء ثاني يعني، نظاره ما بحب احط لها، بحط لها بس ربطات لشعره او طاقيه او كذا. فلقيت هذا الشال، هذا الشال كمان لقيته بديفاكتو، كتير حبيته كتير كتير، فقلت بحط لها يا هيك، بحط لها يا عراسه، عرفتوا انه بخليه هيك وبحط لها يا هيك عراسه هيك. هي اصلا ما عندها كتير شعرات يعني، شعرات انا خفاف يعني صار، فحبيته حطيته هيك بتناسق مع الثياب. فاخذته هذا، اخذته انا وصيت على بنطلون الي ولجوزي، بس كنا موصين على بنطلوني نفس الموديل، فبدلنا واحد وانا طلع على البنطلون اللي موصي عليه صغير، فكمان بدلته ان شاء الله كمان بس يرجع بفرجيكم اياهم. شفت هذا كمان فاخذته، هدول ثلاثة من ديفاكتو. هذا أول بدل، إذا كان الجوبات حلبسها يا أول يوم العيد، لأنه نحن أول يوم بالعيد بالاحتمال نطلع على مكان بعيد يعني، فبلبسها شيء يكون دافي. أما إذا عيدت هون يعني هون قريب بالأرجاء يعني، فبلبسها الفستان يعني. تاني طلبية أخذت لها هذا الفستان، كمان أول ما شفته انغرمت فيه الصراحة. التفاصيل شايفين التفاصيل واللون، أنا كتير بحب هيك ألوان على فكرة يعني، يعني ما بحب أتقيد باللون الزهر، بس ما لقيت إلا لون زهر الجاكيت، كتير حبيته. بس كمان كان جوزي موصي عليه كبير بنمرة، طبعا أنا كنت رأيته عقياس بس هو موصي عليه كبير بنمرة، فانكسرت عيني صراحة أرجع بدله يعني. بس حلو يعني، ما انه كتير كبير عليها، بس كتير 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 حلو. بيجي عليه من هون هيك زرارات، وقماشه خفيف باللبس بالصيف، هذا ما انه شتوي، قماشه كتير كتير خفيف. وانا بحب هدول الموديلات كتير يلي بيجوا هيك يكون بسيط وبنفس الوقت يكون للاطفال ما لهم الكبار. ما اخذت لها شيء ثاني غير، لانه عندها بواط، عندها شيء 4 بواط، فما اخذت لها الصراحه. هو حلبسها تحته كولون ابيض، هو اكثر شيء بيزبط معه، لانه هون انا ردي ابيض، ما راح لبسها كولون بني. وعندها بواط وعندها هذا، فهذا البدل الثاني وهذاك البدل الاول. انا كثير حبيت الصراحه، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات. اخذت هالكنزة كمان من ديفاكتو لجوزي كمان كتير حبيتها. بتيجي سادة ما عليها شي من قدام، وفي من ورا لها طبعة، انا جايبتها اوفر سايز كبيرة يعني، هو ما بحب يلبس شي ضيق وانا ما بحب يعني. بتيجي عليها هيك من ورا، وبتيجي عليها من قدام هيك كمان. قماشها كتير حلو، كتير 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 حلو قماشها، و كتير هي بتجنن. هلا حفرجيكم، هلا ما انا مبينه هيك، رح احط لكم هلا صورتها كيف هو الموديل لابسها. جبت له هاي الكنزه وتحتها بنطلون بيج، بس البنطلون البيج لسه ما وصل، قلت لكم بدلناه، فان شاء الله اول ما يوصل هو ببنطلون الجينز انا كمان رح اصور لكم يعني.
بالنسبة للأسعار، فالبلوزة كانت بأربعمية ليرة، الفستان بثلاثمية وخمسين، والجاكيت بحدود الميتين، والله ماني متذكرة بالضبط. هذا الشال بستين ليرة كانوا عاملين عليه عرض، والبنطلون بميتين وخمسين أو ثلاثمية ليرة، كمان ما متذكرة بالضبط قد سعره. أخذت له كمان هاي الكنزة، قماشها على الواقع عن جد فظيعة، كتير 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 حلوة. كمان جوزي يعني هيك ما بحب، ولا هو ولا أنا، إنه هيك يلبس شيء كتير معجق، بحب السادة وما يكون كتير معجق. فأخذت له هاي الكنزة كمان أوفر سايز، تجي واسعة زي ما انكم شايفين، وتحتها بنطلون أسود. هلأ رح أصور لكم إياه، ورح أحط لكم هلأ صورتها ولابسها، هو لابسها الموديل كمان. كتير كتير حبيتها أول ما شفتها صراحة، كتير حبيتها هيك بس سادة تجي عليها، بس هاي الكتاب قماشها طبعا ما أحكي لكم قدي حلو، قدي حلو ومريح باللبس. هذا البنطلون كمان من دي فاكتو، اخذت له هذا البنطلون شايفين، بيجي عليه جيب من هون، بيجي له ردة من هون، كمان اوفر سايز هيك شكله. هلا رح احط لكم كمان صورته وهو الموديل لابسه، كتير حبيته الصراحة. وبالعادة ما بيلبس هيك شي زوجي يعني، بس هالمرة حبيت اختار له شي مختلف، فجبت له هذا البنطلون وهي الكنزة الفضية. كمان قماشه بجنن وكتير مريح، كتير كتير. انا اكتر شي بهتم لانه نلبس شي يكون مريح الصراحة، هذا بالمرتبة الاولى، بعدين المرتبة الثانية انه يكون حلو، بس حلو الصراحة كتير كتير. كمان حبيته الكنزة هاي، كمان الكنزة كمان هاي 400 ليرة، وهذا البنطلون بحدود 500 ليرة، هيك شي 500 و500، والله ماني متذكرة بالضبط قد ايه. جبت له مثل هذا البنطلون الاسود بيج لحتى يلبسه على الكنزة البيض. هذا الجزدان كمان كان من دي فاكتو، جزدان رجالي كتير حلو، كتير حلو الصراحة شايفين، بيجي أسود. هو بحب، أنا أفضل الجزدان دايما يكون أسود ما يكون هذا. كان كمان عاملين عليه عرض بمية وعشرين ليرة أو 150 ليرة، والله ما بتذكر بالضبط قد ايه، بس هيك بحدود. وصراحة يعتبروا الأسعار كتير يعني منيحة، وهذا لأنه دي فاكتو غسلوا لبس لبسهم الصراحة، قماشهم بجنن وكتير بيتعبوا على القطعة مو كيف من كان يعني. فأنا صدمت بالأسعار، طبعا عملوا لنا عرض وعملوا لنا خصم، إذا بدكم تشتروا وتلحقوا حالكم من دي فاكتو فبرأيي اشتروا بهالوقت، لأنه عاملين حصومات وخصم كثير صراحة بتجنن. وهيك كانت مشترياتي من دي فاكتو. بالنسبة لي أنا ما لقيت شي يعجبني، لا بأنسي وكيكي ولا بدي فاكتو ولا بشي، لانه قلت لكم بيجوا موديل يا اما ستات يا اما بيكون قصير، فاشتريته من المول يعني اللي جنبي. دورت كتير على شنطاي تكون حلوه وما تكون كتير صغيره، لان اغلبهم صغار، ما لقيت. بس شفت هالشنطاي كتير عجبتني الصراحه، حبيتها هي، انا ما كان بدي هالقياس بس ما لقيت غيره، جبتها من المول من الارموني بارك، ما بتذكر قد ايه سعرها، بس جبته بسعر حلو يعني ما كتير غالي يعني. هيك بيجي موديلة وهيك بيجي طاولة، كمان كتير حبيت الصراحة. جبت هذا الجزدان كمان لأنه ما عندي جزدان لازمني، وأنا ما بحب الجزدان اللي بتكون كبيرة، فجبت هذا الجزدان هيك صغير وململم، ما بياخد مساحة، أهم شي بالشنطة. هذا الجزدان جبته من جراتيس مع هدوليك الغراض. بالنسبة لي أنا كمان، فجبت بنطلون قماش كتير طلع حلو على اللبس الصراحة، ما توقعت بيطلع هالقد حلو، كتير كتير حلو. ومن زمان أنا ماني لابس قماش، جبت البنطلون القماش لأنه القميص يلي جبته أنا ما بيزبط عليه إلا قماش، بيزبط عليه جاز بس يطلع مع القماش أحلى. جبته كمان من محل هون، هيك جنب المول، ما وصلت عليه من الإنترنت،
انا شفته هون بالسوق فقلت خلص بلا ما اوصل للانترنت. واخر قطعه جبتها هو هذا القميص، شوفوا قماشه قد ايه حلو، اللون فظيع. انا اول مره بلبس هيك لون، ما بالعاده بلبس هيك لون، بس قلت يلا بطلع شوي هيك من... هيك بيجي التصوير كتير ظالم الصراحة. هو بيجي سادة طبعا، ما في عليك شي، أنا هيك بحب. وبيجي طويل طويل كتير لفوق الأرض بشي شبري يعني، بس كتير حلو. ما رح يبين لحتى اللبس يعني، بس أنا هيك ذوقي يعني. هلا هون بعد الافطار وصلتني الطلبيه اللي قلت لكم انه وصيت عليها ورجعتها. هي عباره عن بنطلون لإلي وبنطلون لجوزي يعني، فقلت بقوم بعمل كابتشينو وبصور لكم. هي بعد الافطار، ما بعرف اذا قلت بعد السحور، وبصور لكم هيك بختم كل المشتريات يعني. ما ارجع انزل الفيديو ثاني لانه ما عندي الا هالقطعتين يعني يلي ضلوا. فعملت الكابتشينو وقمت لحتى اصور لكم الفيديو ومنتجه كمان لانه بدي نزله بكره ان شاء الله. فما تنسوني من اللايك حتى الفيديو عندي يرتفع لناس اكثر. اول شي مرحبا، قبل شوي قلت لكم انه وصلت على بنطلونين بس طلعوا صغار فبدلتهم. فانا بدلته لي تقريبا 3 ايام فما توقعت يوصلوا اليوم الصراحه، وصلوا هلا. انا صورت لكم فيديو الظهر ووصلوني الاغراض المغرب بعد الافطار، وصلوني اللي هن البنطلونين. ف عملت كابتشينو، قلت بصور لكم القطعتين يلي ضلوا من اغراض العيد. جبت هذا البنطلون اول شيء بس كان صغير فبدلته لقياس اكبر. حبيت هالبنطلون كتير فاخدته. دائما بجيب بناطلين من محلات عادية وللأسف بينكسروا يعني، بصير يطلع عليهم بيروح لونهم او بصير يطلع عليهم هيك بقع، ما بعرف كيف، مع انه انا كتير بدير بالي على الغرض ويعني ما يعني ما بلبسه مرة مرتين ثلاثة يبلش يتخ عندي. فقلت المرة بجرب اشتري من ديفاكتو، طبعا جبته انا واسع، انا بهيك بلبس البناطلين، احب البس بناطلين ضيقة. كتير حبيته الصراحة ولونه كتير عجبني، هيك قصته كمان غريبة علي، ما عندي هيك لون ولازم لي كمان. قلت لكم انه اخذت اكتر من مرة يعني، انا باخر فترة اخذت شي 3 بناطلين وكل لون مع الايام راحوا لونهم بعد 4-5 لبسات يعني، راح لونهم وصار يطلع فيهم بقع يعني. فقلت بجد الديفاكت قماشه كتير منيح. هذا البنطلون كمان لزوجي نفس الاسود بس لون بيج، هون مبين التفاصيل اكثر، شوفوا قديش حلو. هذا هيك بيجي من ورا، بيجي من هون له حركة هيك، وبحطه مشان الكنزة البيضة. كمان قماشه كتير حلو، وصراحة الـ LCY كيكي والديفاكتو يعني القطعة بتضل عندك
وقت منيح وبتضلها جديدة يعني حرفيا. عن البنطلون كمان بنطلون زوجي كمان جبته اوفر سايز يعني واسع، هيك بيجي شكله من ورا. هون انا بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد انا بنزله، وما تنسوني كمان من اللايك لانه اللايك بيفعل الفيديو عندي لحتى يوصل لناس اكتر. وبأمان الله، تضلوا بألف خير.